الصرع ده مرض زي اي مرض وله علاج. بتقولي ايه؟ مش سامعك، صوت الخلاط عالي قوي. بقول لك الصرع ده مرض زي اي مرض واكيد اكيد له علاج. كنت عارف انه هيجيلي، طول الوقت حاسس بيه جوايا. وايه يعني؟ ماما عاشت طول عمرها بيه. ماما عاشت طول عمرها محبوسه جواه، كانت بتخاف من طلوع السلم، من البوتاجاز، من السواقه. انا انتهيت. انت اللي بتسند علي في الدنيا دي. مرة ماما كانت بتقشر لي برتقانة، ساعتها كنت بتفرج على مسلسل اي دريم اوف شيني، سرحت معاه شوية ولما ركزت لقيتها واقعة ورا الكنبة عندها النوبة والبرتقانة مفعوصة في ايديها. لسه فاكر شكلها لحد النهاردة وانا واقف مش عارف اعمل لها اي حاجة. انت بتقدم واحنا ممكن. انا كل اللي فارق معايا فريده، مش عايزه تعيش العيشه اللي احنا عشناها. تنسيتي ولا ايه؟ انت ما كنتيش بترضي تجيبي صاحبتك البيت عشان ماما ما تجيلهاش النوبه قصادهم. كفايه كفايه يا ليل. انا ماشي. بلاش بلاش شغل النهارده، خد لك هدنة لو حاسس انك تعبان. عايزة تحبسيني بدري قوي كده؟ انا خايفة عليك. مخافيش، شغلانة بسيطة. لسه حاسس ان الولد بيبص لي كأنك حد تاني، مش ليه اخويا اللي اعرفه. أنا فعلا كأني حد تاني. لازم تسيطر على ده، لازم تخرج بره ولا هتبوظ كل حاجة. أنا عايز أنام. نام بس، أول ما تصحى لازم ترجع وتخلص شغلك.